اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده هنعمل فخده معاها رز بالمكسرات، وهنعمل كمان حاجه كلنا بنحب ناكلها جدا بس ما بنحبش نعملها، وهو الطرب. تعالوا نشوف هنعمل. هنبتدي بالفخده الاول ونشوف هنعملها ازاي. هنجيب فخده زي ما انتم شايفينها كده، طبعا هي بتبقى مليانه شويه من الدهون بس دي كلها بتسيح في الفرن. هنشوف هنتبلها بايه، بليمون وروزماري وكزبره خضراء وتوابل وفصوص ثوم وشرايح ليمون. اول حاجة هعملها ان انا هحط الحاجات دي هنا كده، والروزماري وممكن معلقتين بصل كده، واخلط الخليط كله كده مع بعضه. هجيب الفخدة كده، عايزة بس افتحها فتحات هحط فيها الثوم عشان يديلها نكهة حلوة كده. اغرس فيها الثوم كده، احط لها شويه زيت بس عشان وملح وفلفل. ونقلبها كويس وهنتبل بيها الفخدة. طبعا لو عندنا وقت يا ريت نتبلها قبلها بيوم، لو مفيش خلاص يعني نتبلها قبلها بس بساعتين كده ثلاثة عشان ايه تدي طعم حلو. نحط ده كده على النار. وهنحط بس مكعب زبدة واحدة لان هي اصلا فيها دهون عشان بس يلمعها كده. ده زي ما هو كده وهو سخن قوي هنحط فيه الفخده، واول ما تاخد وش بني محمر من الناحيتين هنبتدي نحطها في الفرن، وبنسيبها من ساعتين ونص لتلاتة، نسيبها براحتها خالص لحد ما تستوي. هنحط بقى بقية الحاجات دي هنا كده، النهاردة كمان هنعمل حاجة حلوة، هنعمل تورتة جيلي بالمانجا، وياريت تتعمل قبليها بيوم لو احنا عايزين ناكلها عشان بتدي نتيجة أحلى وبتبقى أطعم. الليمون ده بقى أنا هقطعه شرايح وأنا مدخلاها الفرن هحطها كده على الوش عشان تدي نكهة حلوة. نشوف بقى الطرب هنحتاج ايه. هنحتاج
لحمة مفرومة وبصل والتوابل ما عدا الروزميري والكزبرة الخضراء، يعني مش هناخد الكزبرة الخضراء دي كده. وهحط معلقة كده بقدونس وهقلب كويس قوي، وهحط طبعا الملح والفلفل معلقة الملح، نقلب كويس بحيث ان انا بقى متأكدة ان كل التوابل دخلت في اللحمة. طبعا اللحمة دي يا ريت تبقى فيها دهون شوية، يعني واحنا بنفرمها نحط فيها قطعة من الدهن نفرمها معاها، عشان الطرب اصلا عايز كده، يعني الطرب اللي احنا هنعمله عايز ما تبقاش اللحمة حمراء قوي كده. خلاص تمام، نبتدي بقى نصبعها. ابص بس على دي الاول كده، هقلبها. وطبعا قبل ما ادخلها الفرن هحط عليها شوية مرقة عشان تسويها. بس التوابل بقى بتخليها ايه؟ ايه رأيكم نطلع فاصل هكمل تحمير الفخدة، هحطها في الفرن مع شوية مرقة لما احمرها كويس قوي من الناحيتين، وعقبال ما اصبع الكفتة، وبعدين نرجع نشوف هنلف ازاي الكفتة في المنديل، ونعمل كمان تورتة الجيلي بالمانجا. خليكم معايا. رجعنا تاني. انا عملت الرز، وقلت عشان مش كل مرة اعمل الرز قدامكم ونضيع وقت، قلت اعمل حاجة تانية. الطرب بقى هوريكم ايه بيتعمل ازاي. هو في طريقتين، يا اما نحشي الصباع الكفتة عادي نحشيه وبعد كده نلف عليه الطرب، او الطريقة السهلة قوي دي اللي احنا بنجيب الطرب كده ونقوم حاطين كده اللحمة فيه ونحشيه كده زي المحشي بالظبط كده كده. ونحطه على النار من الناحية المفتوحة عشان تلزق على طول ما يتفكش مننا. ونحطه كده جنب بعض، واجيب دي كده برضو. كده بس كده نغسل ايدينا بقى ونشوف هنعمل ايه. هنعمل تورتة جيلي بالمانجا بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. نعمل ايه الاول؟ نحط دي هنا كده، نجيب الحلة دي ونشوف هنعمل ايه. هنجيب جيلي على حسب، دول باكيتين جيلي هحطهم. الباكيتين هحط، هو في يعني هيبقى تقيل شوية، يعني الباكيتين هنحط عليهم كوبايتين مية بس عشان بس يبقى تقيل. هنقلبه كده كويس، ممكن نقلبه دي احسن، لحد بس ما يدوب خالص فيه. بصوا تقيل ازاي، عايزينه تقيل عشان يبقى اطعم اصلا.
كده الجيلي خلاص كله داب، نحط بقى شويه بقيه الميه البارده وهنسيبه لحد ما يبرد كده شويه. حلوين. انا طبعا محضره واحد من الاول عشان ده بيحتاج ايه، نغطيه كده. بصوا بقى، بنحط المانجا كده في بولة زي دي كده، ولما الجيلي يبرد هنحطه عليها، واشكال تانية هي عشان ممكن نحطه ده اول، هنحط الجيلي هنا لما يبرد. لو برد واحنا بنعمل هوريكم ده بعد لما سقع، شايفين بقى عامل ازاي. شوف بقى هنزوقه ازاي. هعمله كده اهو. نعمل واحدة في النص كده ونزوقه بلوز مقشر وناكله بالهنا والشفا، هيعجبكم قوي ده. تعالوا نشوف بقى الفخدة، انا طلعتها هنجيب الرز، يعني الروايح طالعة تجنن. هنجيب الرز ونحطه هنا كده، طبعا عايزين تعملوا اي لون للرز مفيش مشكلة، عايزينه بني، عايزينه ابيض زي ده، عايزينه حتى اصفر. شايفين بعد لما حطينا لها، انا حطيت لها كزبره خضراء وشرايح بالليمون. هنحطه كده اهو. وبعدين هنجيب الصوص ده كده زي ما هو. كده يبقى النهارده خلصنا الفخده معاها رز بالمكسرات والطرب. تعالوا بس هنعمل كده اخر خطوه في دي، هنحط كده
هنرش رشه برده من اللوز المقشر ده. ايه رايكم النهارده في الحلقه؟ يا رب تكون الحلقه كانت حلوه وجميله، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده.